السلام عليكم الاخوان، صافا بخير؟ كنتمنى كاملين تكونوا على خير وبخير. المهم الفيديو ديال اليوم الاخوان غادي نقدم لكم واحد الكادو بالنسبه للناس اللي عندهم ديبلوم تكنيسيان ولا اللي عندهم تكنيسيان سبيسياليزي بالباك واللي عندهم لي دومين ديال الالكتروميكانيك وديال الفابريكاسيون ميكانيك وديال الايزيناج وحتى الناس ديال الصدور ديال الكاليفي وحتى اللي كتشي ديبلوم تكنيسيان سبيسياليزي سواء في المينتونونس ولا في الالكتريسيتي ولا في الاوزا. هاد الفيديو حتى هو لك نتايا. المهم الاخوان، واحد الشركه سميتها تيكا المي ايروسبيس. هاد الشركه كاينه في ميد بارك، زون ميد بارك في النواصر حدا مطار محمد الخامس. هاد الشركه طالبه 25 تكنيسيان سبيسياليزي وطالبه 25 تكنيسيان عادي، يعني في لي زيناج والكوموند نيميريك طالبه 30 واحد وفي لي صدور طالبه 25 واحد. المهم الاخوان، فورماسيون كتكون على التالي. عندك فورماسيون فيها 8 شهور كترونسبور كيديك وكيجيبك، سواء كنتي الا كنتي ود كازا راه اسيوري كاع البلايص اللي كاينين في كازا، كنتي ود برشيد البلايص كاملين ديال لي ريجيون كاملين ديال برشيد كيدير لهم ترونسبور وكيجيبك. الا كان ترونسبور عندك الدروه مرحبا بك، هذا راه غتجيك ساهله وزوينه. ترونسبور الاخوان كيف قلت لكم كيديكم وكيجيبكم ياك. والروبا ديال الغداء على حساب الشركه، غادي تاكل الغداء معتبر زوين، عندهم ريستو تقريبا نقول 4 اطوال ولا 3 اطوال شي حاجه اللي الفريع. الاخوان نزيدكم معلومه اخرى، من بعد ما غادي تسالي لا فورماسيون غادي تسيني كونطرا سي دي دي مع الشركه ديريكت، ومده الكونطرا غتكون 6 mois renouvelable une seule fois، كتمشي حتى العام. مورا كونطرا عام بيان سور راه ترسم 100% بالنسبه للناس اللي غادي يكونوا عندهم ان بون كومبورتمون والناس اللي يعني تيخدموا تيتقنوا خدمتهم تيحترموا لي ريسبونسابل ديالهم تيحترموا لي شاف وكذا. المهم الاخوان، حتى بالنسبه للصدور راه نفس القضيه. الشركه كيف قلت لكم نعاود نقول لكم راه كاينه في النواصر في كازا. الا كنتي خارج كازا ود مثلا ود مراكش ود اسفي ود جديده ود في اي مدينه كنتي فيها راه غادي تجي غادي تدوز الفورماسيون ديالك غادي تكري مع الدراري غتقدر كيرين تمايا والكرا راه رخيص حدا المدرسه قريبه في الدروه ولا كري في كازا ولا شي حاجه ولا عندك شي واحد في العائله جيب لك عنده تمايا وتدوز الفورماسيون. الاخوان هادي راه فورماسيون راه انو با غاتي، راه ملي كتسالي لي 8 mois ديال 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 الفورماسيون راه كيعطيك واحد لاتيستاسيون ديال لا ريوسيت في الدومين اللي غادي تقرا على لي زيناج او كوموند نيميريك. وحتى الناس اللي غادي يقراو على السودور غياخذوا دي كاليفيكاسيون ديال لي سودور في التيك وفي الماك. الناس ديال السودور غادي يفهموني شنو كنقصد. الاخوان الشركه ديال الايرونوتيك وانتم راكم عارفين دابا حاليا في لي دومين اللي غادي طالعين بزاف راه هما الدومين ديال الايرونوتيك وديال الاوتوموبيل وبالاخص الايرونوتيك. راه كتشوف في التلفازه ديغنيغمون راه كان عزيز اخنوش رئيس الحكومه كان دار فيزيت للمدرسه اللي غادي تدير لكم الفورماسيون سميتها ايما، كان دار فيها فيزيت وراه غادي نخلي لكم تصاور غادي تشوفوه الفيزيت اللي دار. وحتى لو مينيستر ديال وزاره الصناعه راه حتى هو كيدير دي فيزيت تمايا، وغالبا الدراري اللي غادي تختاروا اللي غادي يزولوا لي ضروري غتكون واحد فيزيت ديال المينيستر غادي يكونوا حاضرين فيها. الاخوان الفورماسيون راه سهله كدوز على 8 شهور وبالنسبه للناس اللي ديال السودور ما قلتش لكم سمحوا لي، الناس ديال لي سودور هما راه ارجون باغيين لي سودور غيديروا لهم فورماسيون غير 2 mois، يعني غتخدم شهرين غتقرا شهرين وغتدخل تخدم. ونزيدكم واحد القضيه اللي هذه قليل الشركات اللي كيديروها، هي ان طول لا فورماسيون راه كتخلص كتاخذ واحد لانديمنيتي. هاد لانديمنيتي راه كتبدا من 1000 درهم حتى ل 1700 درهم، يعني انت وزهرك الشركه كل مره شحال كتعطي. غالبا وبالحساب المعلومات اللي عندي راه غادي تعطي الفورماسيون غادي تعطي فيها 1500 درهم. 1500 درهم الاخوان واكل ترونسبور كيديك وكيجيبك، ولا كنتي ود كازا راه عندك ساكن فابور على ما بغيتيش اخويا تبقى مريح في داركم وما بغيتيش تقلب على خدمه. ونزيدكم حاجه اخرى، لي دومين ديال الايرونوتيك راهم مطلوبين بزاف، وهما ملي كيدوزو لك فورماسيون وكيشدوك راه 100% غادي يرسموك، يعني ماشي غادي يدوزو لك فورماسيون وغادي يدو تخدم معاهم عام ويطلقوك. راه ما عندهمش الرباح، وما عندهم الرباح يكونوا دي تكنيسيان اللي غادي يبقاو خدامين معاهم في شركه افي، يعني شركه غتبقى معاهم حتى تاخذ لا روتريت ديالك. يعني شنو كيطالبوا منك هما؟ كيطالبوا منك غير يكون عندك ان بون كومبورتومون ويكون عندك واحد لوسونس ديال انك غير كنشرحها لك زعما
دغيا كتابط تكون ابط دغيا كتشد كتشد لي فورماسيون اللي غيديروا لك مثلا غادي يفورميوك غادي يفورميوك على واحد لا ماشين ديال مثلا ماشين سميتها دوزان ديال الكومود نيميريك البروغراماسيون ديالها كيفاش تفيريفي لي زاكس كيفاش هادي خصك تكون عقلك شويه خفيف وهادشي راه ما صعيبش هادشي راه مشروح كاين في يوتيوب كاين بزاف يعني واخا تكون تقرا فورماسيون بالك شي صعيب دخل قلب رجع لي معكم الناس اللي قلت لهم تكنيسيان سبيسياليزي سواء في الكتروميكانيك ولا في المينتونس ولا في الكتريسيتي راه حتى هو عنده الحق يطلب ولكن ملي غتدفع الايمان دير دوموند دو ستاج غادي تدفع نخلي لكم غادي نخلي لكم بعدا كاين الميل ديال سميتو ديال الشركه اللي غادي تقبلكم ديريكت وغادي نقول لكم شنو غادي دير نخلي لكم في البواط ديال لا ديسكريبسيون ديال الوصف غادي تلقاو فيها كل شيء ان شاء الله. بالنسبه رجع معكم الفورماسيون اخوان الفورماسيون راه ساهله كدوز دغيا اصلا انت غادي تولي تقرا 15 يوم و 15 يوم كدوزها براتيك يعني كتقرا تيوريك في ليكول اللي هي اما انسيتي دي ميتي ايرونجيك والبراتيك كدوزو في سميتو في الشركه. رجع معكم دابا الاخوان كيفاش تبوستيلي كيفاش تبوستيلي راه ساهله عندكم جوج الحلول. الحل الاول وهو انكم غتدخلوا البواط صندوق الوصف غادي تلقاو الايميل غادي تبوستيليو فيه السي في ديالكم وفي لوبجي غادي تكتب تكنيسيان غدير دوموند دومبلوا تكنيسيان ودير الفيليير ديالك مثلا كنتي انت تكنيسيان سبيسيال في ميثود دي فابريكاسيون ميكانيك تكتب دوموند دومبلوا تكني تي اس يعني تكنيسيان سبيسياليزي ولا كنتي تكنيسيان دير غير تي اسباس ودير الفيليير ديالك. الاخوان هادشي راه بالنسبه للناس ديال المغرب كامل ماشي نقولوا غير الناس كازا حيت كاين حيت عندهم هذيك قريب ليهم ماشي ترونسبور غادي يكون غراتوي السكنه غراتوي الماكله غراتوي راه مزيانه لي يعني عاله ما بغيتيش اخويا تكتود كازا ما بغيتيش تخدم ما بغيتيش تحرك دير بالك على راسك ما تبقاش بارك ومربع يدك وكتقول حق الخدمه ما كايناش نزيدك واحد الحاجه اخرى عاوتاني شي الافاق ما محدودينش يعني ملي غتخدم مع شركه راه منها غيختاروا دي ريغلور يعني قد ما زدتي في النيفو قد ما كتطلع السالير غيتختاروا منها عاوتاني لي كونترول د كاليتي يعني قد ما زدتي النيفو قد ما غادي تخلص كثر وغيتختاروا منها حتى لي تيم ليدر يعني لي شاف ديكيب. الاخوان هذه فورماسيون انو باغاتي بالنسبه للناس ديال كازا وحتى بالنسبه للناس ديال الخارج يعني فين ما كنتي يعني كنتي ود اس في ود جديده بوستيلي وهذا الدومين راه ماشي غير الاولاد راه حتى البنات بالعكس هما البنات كيصدقوا لهم بزاف يعني البنات كيصدقوا لهم بزاف. انا السيده خدامه في ايما كتهضر معايا كتقول لي الناس البنات راه يعني اللي خدمت كتبقى ماشي بحال الدراري مازال الدراري كيقدروا يخرجوا شويه. المهم الاخوان الى عجبكم المحتوى ديال القناه ما تبخلوش عليا بواحد جيم وبارطاج واشتركوا في القناه الله يسهل عليكم كاملين. واللي حاجه اخرى واللي ما دفع وما عيطوش ليه راه غنخلي لكم النمره ديال الواتساب ديالي يتواصل معايا.